عندنا واحد البوست فيه مشكل السي، وملي تنهضر عندنا فيه لعاب واحد ملي تنهضر على البوست هو يعني بمعناه الكروي، تنهضر على ميليو تيران، تنهضر على العشرة، تنهضر على ان ميليو تيران ديستريبيتور اللي تيحل اللعب اللي تيبينيتخيل في الفل. عندنا واحد، عندنا ابراهيم دياز، ولكن راه كاين امكانيه ديال راه مثلا المباراه الاخيره شفنا بن صغير دار هذا الدور ولو انه كان كيميل شويه، ولكن نعم بن صغير ملي تعطي ميليو تيران تيمشي يميل لك اليمين المزور اللي كان نفس الشيء مع زياش. زياش تعطي ميليو تيران يميل لك، الا شديتي اوناحي بغيتي تلعبوا ميليو تيران مره تتخونوا اللياقه اوناحي. شوف عندنا اخي حسين الطريقه اللي كيعتمد عليها وليد في اغلب الفترات، وانا نعطيك واحد الملاحظه ربما الناس ما لاحظوهاش، هو انه المنتخب الوطني المغربي التعلق ديالو ولا ديك السرعه ولا الهجمات اللي كانت كثيره ديال المنتخب، شنو السبب ديالها في اعتقادي ورايي المتواضع، وانه ما كانش عندنا واحد اللاعب اللي نوعا ما كان كيعطل علينا الكرات ومتعلق النجم لا يناقش خصو يكون ما غياب زياش، لان في العديد من المرات كنجيبوا كره كنعطيوها لزياش باش هو يوصل لنا الكره للخط الامامي. غياب زياش خلى ان الكره تكون متنوعه في الخط الامامي، مره كتلقاها في راحي عبد الرحيم في جهه اليمن، مره كتلقاها عند الزنزوري، مره في حمر، يعني من جميع الجوانب لعبنا وخلقنا فرص. نتفق في حين انه مثلا زياش كيعطل علينا نوعا ما هذا الامر هذا، لان اي كره خصها تمشي للجهه اليمنى اللي فيها اوناحي وحكيمي وزياش. اليوم كنقول بان عندنا مثلا ابراهيم دياز من اللاعبين اللي ممكن نعولوا عليهم هما اللي يصنعوا لنا اللعب، وممكن اننا ما نشوفوا هذيك الثنائي ديال زياش ودياز واحد اللي يلعب، لان ما يمكنش انا واحد الخطه اللي غتعطيني اضافه باش نرضي الخواطر خصني ندخل جوج، لا اللي غتعطيني الاضافه ما فيها باس يجلس باش نشوف الافضل. وهذا اللي غادي فيه وليد كنعتقد. هنا محمد مفتاح، ربما انا اقصد بالسؤال ونتفق، هذا الشيء اللي قلتي هذه ملاحظه رائعه جدا مهمه جدا، بانه ملي ما كان زياش، وحنا ما تنقصوش من زياش بطبيعه الحال لاعب كبير، انما بالفعل ولينا تنشوفوا تنوع على مستوى اللمسات عند اللاعبين، كل واحد تيقود هجمه، مره يقودها لنا الزلزولي، مره يقودها لنا بن صغير، مره يقودها يعني جميل. اما لقيت كنا تنشوفوا لا يقود الهجمه واللي غادي يدير لها ديك الضربه الاولى راه هو زياش. مزيان نتفق في هذا الامر. انا تنهضر على ميليو تيران، لان انا متاكد جدا بانه غادي يجي كوب دافريك وغادي نلعبوا مع فرق اللي غادي نحتاجوا فيها بقوه، ونقدر نقول لك ايولي اللاكس ديال لو جو هو هذاك العشره اللي غادي بينيتري نيشان، هي بينيتري في كاري 18 ديال الخصم نيشان، ماشي هنا في اليمين وفي اليسار. الا خدينا زياش تي بينيتري، ولكن دائما تيفضل يبينيتري اما من اليسار ولا من اليمين. الا خدينا اخو ماش حتى هو نفس الشيء، اما يبينيتري من اليمين ولا من اليسار، كلهم تقريبا. عندنا ابراهيم، شوف اخي حسين، عندنا جوج اللاعبين اللي ممكن يلعبوا هذا الدور، اولا دياز، وثانيا الى رجعتي للاولمبياد راه اللي كان كيلعب الدور هو اللاعب الخنوس بلا اللي ممكن يلعب الدور. عندنا جوج اللاعبين اللي يمكن يعطيونا هذا، ولو انه كيحاول وليد انه يعطي الامكانيه لبن صغير ما قدرش، مي صدقني انه الخنوس ممكن يلعب الدور هذا. ضيف الى ذلك راه ممكن كذلك حتى اللاعب ريتشاردسون راه عنده هذه الامكانيه اللي عطينا هذه الاضافات، انه لاعب مهاري، لاعب ممتاز على مستوى خط الوسط، وحتى الامكانيات الفنيه والتقنيه اللي عنده كتخول ليه يعطينا هذه اللمسه اللي منها كتوصل للمهاجمين، وبذلك اعتقد ما غاديش يكون هذا اشكال دون اغفال اوناحي اللي يمكن نقول انه من والو كيصنع لك فرصه. نعم. وهذه كلها كتخلي لنا انه على مستوى البناء ما عندناش مشكل، اللي عندنا فيه مشكل واللي كنت كنعتقد هو انه اللاعب اللي خط الوسط الدفاعي، وهنا الله عندنا امرابط وممكن نشوفوا بالحيان، كنتمنى ان تعطاه الفرصه في المباراه الجايه باش نشوفوا واش يمكن يعوض لنا امرابط، لان غياب امرابط في العديد من المناسبات خلانا اننا نحسوا بواحد الفراغ كبير، لانه صله الوصل ما بين الدفاع وما بين الهجوم. اليوم كنعتقد انه نعطيه فرصه بالحيان باش نشوفوا الى اي حد يمكن يعطينا هذاك اللاعب اللي يربط ما بين هذه الخطوط هذو، ويعطينا امكانيه نشوفوها مرابط اخر.